الحمل بصفة عامة هو تحد صعب لأي أم في العالم، لكن بعض حالات الحمل في العالم كانت لا تصدق. لذلك جمعنا لكم في فيديو اليوم أكثر 10 حالات حمل غرابة في العالم. ألكسندرا كينوفا. حالة ألكسندرا كينوفا كانت حقيقة معجزة. ألكسندرا هي مواطنة تشيكية. في عام 2013 عندما كان عمرها 23 عاماً وضعت 5 أطفال عن طريق عملية قيصرية. في البداية كانت ألكسندرا تتوقع وجود توأمين وفقاً للتصوير بالأشعة فوق الصوتية، لذا عندما رأت 5 رؤوس أصيبت ألكسندرا بالدهشة. دخل هؤلاء الأطفال التاريخ كونهم أول 5 توائم في جمهورية التشيك. ما أثار إعجاب الأطباء هو أن ألكسندرا لم تحتج إلى الإخصاب بطفل أنابيب أو علاج الخصوبة، مما يجعل احتمالية حمل كهذه 1 من 60 مليون. نادية سليمان. نادية سليمان المشهورة بولادتها لثمانية أطفال. ولدت نادية 8 أطفال في وقت واحد في 26 يناير عام 2009. وهذا الحمل النادر وغير العادي لفت انتباه كتاب جينيس للأرقام القياسية. نجح أطفال نادية 8 في البقاء على قيد الحياة خلال الأسبوع الأول بفضل الله، وهذه كانت أول حالة معروفة في التاريخ. ما هو أكثر إثارة للدهشة هو أنها كانت بالفعل لديها 6 أطفال قبل ذلك، والآن تعتني بالأطفال 14 تحت سقف واحد، وهي وأطفالها أصبحوا أسماء مشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي. ستيسي هارولد. وفقا للأطباء كان من المفترض ألا يمكن لستيسي هارولد أن تحمل أطفالا، فقد ولدت مصابة بمتلازمة تكوين العظام الناقص، ونتيجة لهذا المرض كان طول هارولد يبلغ حوالي 2 بوصات فقط. نصحها الأطباء بعدم الحمل حيث يمكن أن يكون ذلك ضارا، وقد حذروها من أن الجنين قد يضغط على رئتيها وقلبها، ومع ذلك لم تكن توقعات الأطباء دقيقة تماماً، فهي وزوجها ويليام يرغبان في الحصول على أطفال، وتحققت رغبتهما. وبحلول عمرها 36 عاماً استطاعت هارولد أن تضع بنجاح 3 أطفال. جوليا جروفنبورغ. حالة الحمل أثناء الحمل أو المعروفة باسم الحمل الإضافي. هناك حوالي 10 حالات فقط مسجلة في التاريخ. شهدت جوليا جورفنبورغ من ولاية أريكنساس هذه الحالة في عام 2010. كانت هي وزوجها يعانيان من الإحباط بسبب محاولتهما الفاشلة للحمل، ومع ذلك كانت المحاولة الأخيرة ناجحة، وأصبحت جوليا التي كانت تبلغ من العمر 33 عاما حاملا مرتين في غضون أسبوعين. كشفت الصورة بالأشعة فوق الصوتية وجود جنينين منفصلين في كيسين منفصلين، حيث كان أحدهما أكبر وأكثر نمواً من الآخر. وفوجئ الأطباء بولادة كلا الطفلين بصحة جيدة في 2 ديسمبر عام 2010، على الرغم من أن مواعيد الولادة الأولية للطفلين كانت تفصلها عدة أسابيع. جايسي دالنبرغ. بعض حالات الحمل في العالم خاصة الغرب تجعلك تسجد لله شكراً أنك مسلم أو مولود في بلد عربي إسلامي. من هذه الحالات حالة جايسي دالنبرغ، والتي أصبحت الأم البيولوجية لبنات ابنتها. نعم كما سمعتم، هي الجدة والأم في نفس الوقت وبالمعنى الحرفي. كان كيم وجو كازينو يرغبان في أطفال بشدة، لم يكن أمامهم حل سوى استئجار رحم، لذا طلبت كيم من والدتها جايسي دالنبرغ أن تحمل طفلها. وافقت جايسي وأصبحت حاملا وأنجبت 3 توائم وهي في سن 56. أصبحت جايسي أكبر امرأة تنجب في هذا السن، والآن يجب عليك إن كنت مسلماً أن تحمد الله على نعمة الإسلام. توماس بيتي. الأمومة والحمل هما ميزات حصرية في الإناث، لكن ليس في الغرب، أو ليس كما يعتقد العالم المتحضر كما يطلقون عليه. يقولون إن توماس هو أول رجل يلد طفلاً في العالم، لكن لم يقولوا إنه كان في الأصل امرأة خضعت لعملية إزالة الثديين ومع بعض الهرمونات الذكورية فأصبحت تشبه رجال أو ما يطلق عليه متحول جنسي. يقولون أن زوجته نانسي غير قادرة على إنجاب أطفال، لذا قرر أن يكون هو الشخص الذي سيحمل الطفل عن طريق متبرع بالحيوانات المنوية، وولد مرتين، وحتى تم ذكره أيضا في كتاب جينيس للأرقام القياسية.
ولن يقول إنه أو إنها لا تزال تحتفظ بالرحم. نحن في زمن إذا أحيا الله فيه أفسد الرجال خلقا من قوم لوط لقال لنا اتقوا الله ماذا تفعلون. استيلا ميلينديز، امرأة تبلغ من العمر 91 عاما من تشيلي، تدعى استيلا ميلينديز، صدمت بشدة عندما اكتشفت أنها حامل لمدة 60 عام. الجزء المدهش هو أن الجنين لم يكن من اللحم والعظام، بل كان جنينا من الحجر. قالت استيلا ميلينديز إنها كانت تشعر بتورم في بطنها لسنوات عديدة، ولكنها لم تكن تعلم أنها تحمل جنينا. يطلق على هذه الحالة اسم الجنين المتحجر، حيث يموت الجنين داخل رحم المرأة. في البداية قام الأطباء بتشخيص الحالة كورم، ولكن فحصا آخر كشف الحقيقة. لم يتمكن الأطباء من إجراء جراحة لإزالته بسبب الخطر المترتب على ذلك نظرا لكبر سن استيلا. جوانا كريشتونيك، جوانا كريشتونيك من بولندا دخلت المخاض بعد 75 يوم من حملها بثلاث توائم، حيث أصر الأطباء على أن تحتفظ بقدميها إلى الأعلى لبعض الوقت، ولكن لم يفلح هذا الأمر، لذا ولدت جوانا طفلها الأول في الأسبوع 21 من الحملة. لكنها كانت ولادة مبكرة جدا وتوفي الطفل، وإذا لم تتوقف التقلصات لن ينجو طفلان الآخران. لذلك وضعها الأطباء في سرير بوضعية ترفع قدميها لأعلى بزاوية 30 درجة لبضعة أشهر إضافية. ساعد هذا في تخفيف التقلصات حتى كبر الأطفال بما يكفي لتتم الولادة بأمان. ولدت جوانا فتاة وصبيا بعد 75 يوما من الألم. أومكاري بانوار، أومكاري بانوار هي أكبر أم في العالم. ولدت أومكاري توأما بصحة جيدة في عام 2008 عندما كانت في سن 70. على الرغم من أن التوأمين ولدا مبكرا إلى أنهما تمكنا من النجاة بفضل الله. صدمت أومكاري الأطباء في جميع أنحاء العالم بإنجابها في هذا العمر، وقالت أومكاري: إذا كنت أكبر أم في العالم فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لي، أريد فقط أن أرى أطفالي الجدد وأعتني بهم ما دمت قادرة على ذلك. ليل ناز، انتشرت العديد من الصور لمغني الراب الأمريكي ليل ناز إكس الذي يبلغ من العمر 22 عاما، أثارت جدلا كبيرا. وأيضا نشر فيديو له على إنستغرام يقول فيه إن الطفل قادم، ولكن الحقيقة فكرة تصوير ليل ناز حاملا كانت مجرد مزحة في البداية بينه وبين مصمم الأزياء الخاص به، حينما أخبره بأن طفله جاهز للولادة وكان يقصد ألبومه المقبل، فقرر أن يعتمد هذه الفكرة في جلسة التصوير، ووصفها بالفكرة الرائعة، خاصة أنه يعتبر نفسه بمثابة الأب والأم لألبومه المرتقب حسب وصفه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.